الشورى مش الكورة هي الغاية يا بلاد حرة ونهزوا بيها الراية مقاومين والفدائيين قالوها والخطاب يصوب اليوم أول قنبلة 11 طربوش من لبسان البطولة والفروس مرضوا بيها وخافوها ويا لا 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 ويدات لقردي ويا لا 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 وانصرها يا ربي ويا لا 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 ويدات لقردي ويا لا 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 وانصرها يا ربي والصانع عليك Thank you.